السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، سعادة مدير معهد الأستاذ أحمد فائز آصف الدين حفظه الله تعالى، السعادة الرؤساء المراحل، وكذلك سائر منسوب المعهد وجميع الأساتذة والأستاذات حفظكم الله تعالى، وكذلك من الموظفين وجميع طلاب العلم وطلاب الخدمة وسائر الضيوف الكرام حفظكم الله تعالى. Selanjutnya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada pagi hari ini diberikan selalu kepada kita kesehatan serta keteguhan di atas hidayah dan sunnah serta manhaj yang hak. Tentunya ini merupakan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu. Dulu bapak-bapak dan ibu menyerahkan putra-putrinya kepada kami dan kami merasa terpacu semangatnya. Ya, adrenalin semangatnya terpacu. Wah, ini tantangan ini, mendapatkan amanah berat dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mendidik putra-putri bapak-bapak dan ibu semuanya untuk menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Mudah-mudahan harapan ini bukan hanya harapan yang seperti Fata Morgana, tapi mudah-mudahan benar-benar terwujud dan perjalanan kita masih panjang. Insya Allah, kalaupun belum sempurna sekarang, nanti lama-lama akan menuju ke arah yang lebih sempurna lagi. Tsumma ba'da dzalika la urid an util 'alaikum ayyuha al-khirrijin, para khirrij, para santri pengabdian. Ana usikum bi wasiyatin wahidah faqat la ghair, wasiat satu saja, taqwallah. Fa inna at-taqwa wasiyatullah lil-awwalina wal-akhirin, lil-sabiqina wal-lahiqin, lil-umam as-sabiqah, wa hadhihi al-ummah, wa an-nas ila akhir zaman. Ala ilmin wa basiratin ta'mal bi ta'atillah, walakin hadha al-amal labud an yakuna ala ilmin wa basiratin أن هذه من الطاعة، أن هذه من المعاصي، فتتركها تترك المعاصي على نور من الله، على علم وعلى بصيرة. لا تقول أن هذه معصية وليست بمعصية، ولا تقول أن هذا طاعة، أن هذه طاعة وليس بطاعة. لابد من علم أن هذا الأمر طاعة، لابد من علم أن هذا الأمر معصية، فتجتنب عنها رجاء ثواب الله. هذا بمعنى إخلاص، معناه إخلاص، رجاء ثواب الله هذا إخلاص، أو مخافة عقاب الله إخلاص. فلا بد أن تكون التقوى بالعلم
wal amal wal ikhlas. Naam. Fa al ilmu al ikhlas fil ilmi wal amal. Karena Nabi SAW ماذا قال من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله المفروض طلب العلم من أجل وجه الله الإخلاص من أجل رضا الله ابتغاء وجه الله لكن هو يتعلمه ليس إلا من أجل عرض من الدنيا من أجل الدنيا طلب العلم لكن مراده من أجل الدنيا لم يجد رائحة الجنة لا يجد رائحة الجنة فلابد أن يكون العلم بالإخلاص ولا بد أن يكون العمل بالإخلاص كذلك فإخوتي الكرام وأيها الحفل الكرام ف عليكم بمراعاة هذه الأمور الإخلاص العمل الإخلاص العلم العمل فطلب العلم لا ينتهي فإن الطريق لطلب العلم طويل فأنصحكم بعد ذلك لمواصلة الدراسة هناك جامعات وهناك حلقات وهناك مدارس ومجالس علمية داخل هذه البلاد أو خارج البلاد مثل في المملكة العربية السعودية تواصلون الدراسة و العلوم التي لابد أنتم عليكم أن تطلبوها علوم شرعية ليست علوم دنيوية.